لكن هذا الموسم تاريخيا ارقامه عامله ازاي للاهلي؟ بس ما الاول ماذا يعني انك الدور الاول يشهد تالق وروعه واداء جماعي ينفرد به النادي الاهلي دون سائر انديه الكره، يعني الكره المصريه باعتراف جميع الاطراف، ثم يحدث فتور في الاداء نتيجه فتور في الدوافع لدى الجهاز الفني، ينتهي بانه يمشي ويجي جهاز فني جديد عنده الشغف انه يبتدي غير طبيعي، عنده الشغف وعارف قيمتك وعايز يحقق، فبسرعه شديده يعود الاهلي الى قاعه. اذا القماشه جيده يا استاذ ابراهيم، ايوه القماشه بتساعد، ايوه اي ترزي ماهر يستطيع ان يفعل او يخرج منها بشيء راقي جدا. فلازم نثق جدا في فرقتنا وفي افرادنا، لان ناس كتير بتقعد تتكلم وتقارن، وازعم ان الاهلي لديه الافضل. طيب الافضل هذا الموسم ايه؟ الاهلي في ارقامه القياسيه منها، يعني انتظارا لانزال الستار بشكل نهائي مساء السبت ان شاء الله في استاد الاهلي وبالسلام، هنقول لكم الارقام القياسيه التي تاكدت. الاهلي عادل الرقم القياسي التاريخي بتاعه في اكبر عدد من المباريات يخرج فيها بشباك نظيفه. الاهلي عنده رقم 27 مباراه سجلها في موسم 90-91 كانوا من اصل 35. بين 33 مباراه لعبها الاهلي استطاع في 27 مباراه ايضا يخرج بشباك نظيفه. الاهلي حقق اكبر فارق اهداف في تاريخ الدوري قبل نهايه المسابقه بثلاث اسابيع. الاهلي رقمه القياسي الجديد في الدوري وصل إلى أكبر فارق في الأهداف منذ انطلاق المسابقة في 48-49 قبل المباراة من الختام اللي وصل لبلس 63، سجل 71 هدف، دخل مرماه 8 أهداف عشان يكسر الرقم اللي كان مسجل بالأهلي، لأنه أي رقم قياسي في البطولة الأهلي لما بيكسره بيكون خاص الرقم القديم للأهلي والجديد للأهلي. كان الرقم المسجل قبل كده بلس 59، يعني 59 هدف نظيف في الفارق ما بين ما له وما عليه. في موسم 74-75 كان سجل الاهلي 70 هدف ودخل مرماه 11. الشناوي بينفرد بلقب افضل كلين شيت في تاريخ الدوري. الشباك النظيفه في تاريخ المسابقه لو قلنا السبعه، محمد الشناوي باشمهندس عنده 24 مباراة نظيفة، تلاه شريف إكرامي 23 شباك نظيفة، حسن علي حارس الترسانة الكبير عنده كلين شيت في 21 مباراة، إكرامي الأب عنده 21 كلين شيت، عصام الحضري عنده 21 برضو، حسين السيد حارس الزمالك كان عنده 20، أحمد شوير حارس الأهلي ب 18 كلين شيت. يعني من السبعه باشمهندس فيه خمس حراس اهلاويه، اصحاب السبعه الاوائل في الكلين شيت خمسه من السبعه اهلاويه. ده في بيشي بايه؟ بيشي ان النادي الاهلي عبر العصور هو ده مستواه وتفرده نتيجه هذا التالق وزيد. وعلى فكره الكلين شيت دي مش مسؤوليه الجون بس، دي مسؤوليه الدفاع وفريق بيعرف يعمل ديناميكيه دفاعيه هجوميه. فلما يبقى تاريخك كله مبني على كده محدش يكلمني بقى على البطولات اللي مش عارف ايه والبطولات اللي ايه، يعني كل الارقام يا جماعه، يعني بس نحترم عقول الناس شويه. بالمناسبه رقم الاهلي في الكلين شيت الاهلي عادل بيه رقم الاسماعيلي مش رقم الاهلي، احقاقا للحق وحفظا لي اللي هو ايه المنافسين، عدد مرات الشباك النظيفه. يعني الاسماعيلي عنده 24؟ عدد المرات كان الاهلي مع الاسماعيلي، او الاهلي حقق الكلين شيت في 27 مباراه تخطى بيها رقم الاسماعيلي. تخطى ولا عادل؟ تخطى. انت بتتكلم على كلين شيت للفريق، للفريق مش للحراس المرمى. اه